اولا كنبغي نشكر جميع وسائل الاعلام اللي حضرت معنا اليوم من اجل نقل احداث الوقائع ديال هذا الحفل ديال اليوم. النهار اللي بالنسبه لينا حنا اللي غيبقى يوم تاريخي بالنسبه للجامعه، واللي عرف قدوم السيد عامل الاقليم من اجل يعني من اجل اعطاء انطلاقه اشغال ثلاث طرق، منهم جوج طرق اقليميه وطريق يعني نون كلاسي مسلك، طريق عاديه نون كلاسي مسلك قراوي. وهذا الشيء كيجي في اطار يعني احتفال الشعب المغربي بواحد المناسبه اللي عزيزه على المغاربه كاملين، هي الذكرى 25 لعيد العرش المجيد. وهالطرق اللي باش نفصل وتكون يعني عطيتها بعض الايضاحات بخصوص الطرق، الطريق الاقليميه 2303 الرابطه بين جامعه خط زكان، او الطريق الاقليميه 2307 اللي رابطه بين كزوله مطابق الحال واسفي، والرابطه بين خط زكان و يعني البور يعني الميناء الجديد بدوله سلمان. فالطريق غتكون يعني غتحل واحد المشاكل كبيره على مستوى يعني المنطقه الصناعيه اللي حاليا يعني بداو فيها الاشغال، خصوصا يعني المشروع الكبير ديال لوسي بي وكاين توسعه ديال البور، وهذه غتربط بين المنطقه الصناعيه في ولايه سلمان والمنطقه الصناعيه اللي مرتقبه باش تكون في جامعه خط زكان، في انتظار يعني اعطاء الشطر الاخير والثاني يعني طريق السيار اللي غيربط بين الموقع الحالي اللي كاين حاليا مع ولاد سلمان. بالاضافه للطريق الاقليميه رقم 23 09 والطريق الاقليميه اللي مهمه، خصوصا ان غادي تحل واحد المجموعه ديال المشاكل على مستوى ثلاث جامعات اللي هما جامعه ولاد سلمان، جامعه خط زكان، وجامعه اثنين الغيات، واللي غتخلي الجامعه، خصوصا ان دابا حنا خدامين باش نحولوا المركز ديال الجامعه اللي غيكون بجانب الطريق الاقليميه، غتخلق واحد يعني غادي تساهم يعني في تسهيل الولوج للجامعه وملاقيه مع طرق اخرى اللي كدير المنطقه الصناعيه. فبالاضافه يعني اعطاء انطلاقه ديال الطريق الرابطه بين كزوله من طبيعه الحال وجامعه ولاد سلمان على طول تقريبا ديال 8 كيلومتر. هادشي كله جا في اطار باش نخليو الجامعه نحسنوا من المسالك الطرقيه، ونخليو الجامعه يعني تستقطب يعني استثمارات خارجيه، خصوصا مع الاوراش المفتوحه الكبيره فيها. شكرا لكم.